نظمت النيابة العامة حفل ختام البرنامج التدريبي الذي جاء تحت عنوان الضبطية القضائية في الجرائم المالية بين أحكام القانون والتطبيق العملي، وذلك بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية وهيئة البحرين للثقافة والآثار. وقد ألقى النائب العام الدكتور علي بن فضل البعينين كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره لمساهمات الوزارات والأجهزة المعنية في انعقاد فعاليات البرنامج ودعمه للخروج منه بما يطور العمل في مواجهة الجريمة ويرفع من مستوى التعاون والتنسيق بين السلطات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد والجرائم المالية. كما ثمن سعادته مساهمات المحاضرين والمتحدثين الذين أثروا تلك الفعاليات بعلمهم وخبراتهم المتميزة. الضبطية القضائية في الجرائم المالية بين أحكام القانون والتطبيق العملي عنوان البرنامج التدريبي الذي أطلقته النيابة العامة ليقدم على مدار حوالي 9 أشهر جملة من المحاضرات التدريبية والعملية حول الجرائم المالية للمشاركين بهدف تعزيز القدرات القضائية والأمنية والإدارية في مواجهة تلك الجرائم من خلال استعراض جرائم الإخلال بالوظيفة العامة وقانون غسل الأموال والجرائم المرتبطة به وجرائم التهرب الضريبي. وصلنا اليوم إلى ختام البرنامج التدريبي الذي حمل عنوان الضبطية القضائية في الجرائم المالية بين أحكام القانون والتطبيق العملي، والذي انطلق بدعم كريم من سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البعينين في إقامة هذا البرنامج الهام جدا، والذي يعني يمثل نوع من أنواع الشراكة مع الجهات المشاركة معنا فيما يتعلق بمكافحة الجرائم المالية. طبعا في البداية أحب أشكر القائمين على البرنامج التدريبي القيم هذا. البرنامج التدريبي يتكلم بشكل أساسي عن الجرائم المالية بجميع أبعادها، وراح استهدف شريحة كبيرة من الموظفين في هذه الجوانب لتقديم لهم دورات تدريبية ونقاشية لتطوير مهاراتهم القيادية ومهاراتهم في هذه الجوانب، وبالأخص المتعلقة بالجرائم المالية والمتعلقة بالأمور القضائية والأمور الأمنية والإدارية. وتأتي أهمية هذا البرنامج التدريبي لما للجرائم المالية من تأثير بالغ الضرر بالمقومات الاقتصادية ومساس بالوظيفة العامة وما تشكله من عدوان على حقوق الأفراد وحرمانهم من مقدراتهم المالية، ولكونه معززا للجهود التي تبذلها المملكة في مكافحة هذه النوعية من الجرائم لإدراكها مدى خطورتها وتداعياتها على الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية. طبعا يشرفني ويسعدني أن أكون من أحد المتدربين في هذا البرنامج التدريبي الذي أطلقته النيابة العامة. طبعا تم من خلال هذا البرنامج تسليط الضوء على أنواع الجرائم المالية المخلة بواجبات الوظيفة العامة، وكذلك تم التطرق إلى إثبات أو وسائل طرق الإثبات في الجرائم المالية وما هي ضوابط القانونية لإصدار الأذونات في الجرائم المالية. ولا شك أن هذا البرنامج التدريبي راح يساهم ويساعد المأمورين الضبط القضائي في أداء مهامهم وواجباتهم الوظيفية. هذا البرنامج كان غني جدا بالمعلومات، سواء كانت معلومات أكاديمية أو معلومات من الناحية التكنيكية. إحنا كشؤون الجمارك عندنا العديد من القضايا التي تتعلق بتهريب الأموال، التهرب من الضريبة، الضبطيات التي نعملها في شؤون الجمارك ثم نحيلها إلى النيابة العامة. هذا البرنامج يساعد أن تكون هذه الضبطيات على مستوى عالي من الاحترافية. وقدم البرنامج التدريبي على مدار العامين الحالي والمنصرم مجموعة من الجلسات وورش العمل التي تناولت الموضوعات القانونية والعملية التي تتعلق بطبيعة الجرائم المالية ودور مأموري الضبط القضائي في مكافحتها، ليعكس اليوم مدى تطور المنظومة القانونية المحكمة لتعزيز إنفاذ القانون في إطار من الشرعية الدستورية. تعزيزا لقدرات مواجهة الجرائم المالية في مملكة البحرين، يأتي ختام برنامج الضبطية القضائية في الجرائم المالية بين أحكام القانون والتطبيق العملي لضمان فعالية الإجراءات القضائية والتنفيذية المتخذة وفق أفضل الممارسات العالمية. خالد العون لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.